جاء في الوصية المباركة للإمام الحسين صلوات الله عليه في مفتتح نهضته العظيمة: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما وآلهما. من سيرة رسول الله وهو الحاكم الأصلي من قبل الله تعالى، ومن سيرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو الحاكم الأصلي من قبل الله سبحانه وتعالى، أنهما لم يتصديا لبيع شبر من الأرض الموات على أحد، لأن الحكم الإسلامي أن الأرض لله ولمن عمرها.